يقول أو امرأة تقول بأنها تستمع للأناشيد الإسلامية، فهل يجوز لها ذلك وهذه الأناشيد ليس فيها آلات موسيقية؟ الأناشيد هذه ما هي بإسلامية، أناشيد أغاني، نوع من الأغاني والترنيمات، ولا فائدة فيها. عليها أن تستمع للقرآن، تلاوة القرآن في الأشرطة، تلاوات القراء، تستمع للأحاديث النبوية والمحاضرات، ما تستفيد منها. أما الأناشيد إنما هي للتلذذ فقط، تلذذ السمع بها ولا فائدة فيها. نعم.